هناك بعض الوصايا المعتمرين. اولا ما في شيء اسمه ركعتين احرام. بعض الناس يظن اذا احرم من الميقات لازم يوقف عند مسجد الميقات وصلى ركعتين، هذا ما في دليل كما قال الشيخ بن عثيمين. الامر الثاني، هل يجب الطهاره والوضوء والاغتسال عند الاحرام؟ لا يجب. انا ما اغتسلت في الطائره او ما توضيت اصلا، ما عليك شيء احرامك صحيح، لكن يستحب الوضوء عند الاحرام. يقول العلماء لو كانت المراه حائضا عليها العذر تحرم من الميقات عادي، ما اغتسلت وما هي طاهره عادي تحرم من الميقات وتمكث في مكه، فاذا طهرت تغتسل وتعتمر. الامر الاخر، هل يلزم اعتمار فورا؟ لا ما يلزم، انا بروح الفندق بريح، يجوز ان اخذ شاور، تاخذ شاور ما في حرج ولا عليك حرج، بس ما تلبس ملابسك الداخليه ولا تغطي راسك، لان الرجل لا يغطي راسه حال الاحرام. المراه عادي تغطي راسها، تلبس لبسها العادي، وليس هناك لبس خاص للاحرام للنساء، بس النقاب تنزع وتغطي وجهها وتنزع فازين وتغطي يدها في العباءة كما قال الشيخ بن عثيمين. يجوز المرأة أنها تلبس الجوارب، أما الرجل يلبس الجوارب. أنا بلبس ضبابة كرجل ورجل تعبانة ما في. آخر أمر أنبه عليه، بعض المعتمرين يقص شعره على الجنبات، هذا لا يصح كما قال سماحة الإمام الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، والصحيح أنه يعم شعره كله بمقص أو مكينة أو موس. سؤال مهم جدا، هل يجوز المحرم أن يستخدم الشامبو والصابون العادي؟ قد يكون فيه شيء من الروائح، لا حرج، أي شامبو أي صابون، لأن هذا ما هو عطر، هذا شامبو كما قال الشيخ بن عثيمين. ساعات تشتري عطر يكون معاه صابون او جل شاور معطر بالكامل، هذا ما تستخدمه للمحرم. اما الشامبو العادي والصابون العادي يجوز استخدامه كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. سؤال اخر، هل لازم اني اعتمر في رمضان وانا صايم ولا اكون مفطرا؟ حتى لو في نهار رمضان وافطرت لا حرج بذلك ان شاء الله تعالى، لا يلزم الصيام عند عمره رمضان. عكس يقول العلماء، والاولى ان الانسان يؤدي العمره وهو على نشاط وهو مصحصح، مو يؤدي العمره بس بيخلص لانه صايم، افطر في الليل واعتمر في الليل ولا حرج ان شاء الله تعالى، والاجر واحد.